عزيزي مشاهدي اليوم السابع في كل مكان، نحن الآن في داخل مقابر الكومنولث ببورسعيد. هذه المقابر التي تضم 1094 مقبرة و983 من الحرب العالمية الأولى و111 من الحرب العالمية الثانية. هذه المقابر أقامتها وتتولى الإشراف عليها هيئة الكومنولث لمقابر الحرب. هذه المقابر بها 12 جنسية، بريطاني وكندي واسترالي ونيوزيلندي وجنوب أفريقيا وهندي وهندي غرب بريطاني وشرق أفريقيا وفرنسي وصربي وأمريكا. وأن هذه الأرض المقام عليها المقابر هبة من المصريين لتكون قبورا دائمة لجنود الحلفاء الذين قتلوا في حرب 1914 حتى 1918 تخليدا لذكراهم.